مستمعينا الكرام، انطلاقا من المفهوم الشعبي اللي عندنا كيقول لك ملي كيكون عندك الخصم حماق خصك انت تكون بعقلك، ولكن وصل السيل الزوبة كيف لا، ومستمعينا الكرام وكل المتتبعين لما يقع في بلد اعتقدنا أنه بلد جار. سلامة الوطن لها ألف اعتبار. مستمعينا الكرام، يعني قبل ما نبارتاجو معكم الميساج طبعا اللي بغينا من حلقتنا اليوم، بحكم أنه إعلام الكابرانات هبل، إعلام الكابرانات زاد وتسطى وكيفرغ السموم ديالو والحقد ديالو على الوطن على ما أظن هذه أكثر من 6 أشهر طبعا، وكيف ما كتبعوا معنا داخل وخارج الوطن أن حتى وسائل الإعلام ديالنا الوطنية كانت مسموعة مرئية أو مكتوبة بعقلها، يعني ما على بالناش، يعني منذ قبل من شهر غشة هشام لكن كنتذكروا مزيان، وأنه نهار بعد نهار اتهام في كل حاجة كتهم الوطن، كيتكلموا عليها النظام الكابرانات النظام الجزائري، يعني غادك شي اللي بقينا عاقلين عليه، النظام الجزائري يتهم المغرب بإشعال حرائق الغابات، شبعنا ضحك صحيح. النظام الجزائري يتهم المغرب بالتواطؤ مع منظمة الماك، شبعنا ضحك. النظام الجزائري يتهم المغرب بالتواطؤ مع إسرائيل، شبعنا ضحك. النظام الجزائري يتهم المغرب بقتل جندي جزائري، متنا بالضحك. النظام الجزائري يتهم المغرب بالتجسس. النظام الجزائري يتهم المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين. النظام الجزائري يتهم المغرب بقتل 3 جزائريين. النظام الجزائري يتهم المغرب بتنظيم هجمات إلكترونية. النظام الجزائري يتهم المغرب بالتآمر على المنتخب الجزائري وعلى جمال بلماضي، بل لدرجة أن كنا السبب في سوء أرضية ملعب تشاكر، وربما سنكون السبب في منع الأمطار على الجزائر، وربما سنكون سببا في فواقة أو فواقة شدت شي كابران جزائري يقدر يقول بأنه السبب هو المغرب. العموم خي محمد العطاري، نحن نمارس مهنة الإعلام والإعلام عنده المسؤوليات دياله، أعتقد أنه من المسؤوليات دياله هو مواساة قضايا الوطن. أخي محمد، الوطن فوق كل اعتبار، لأنه كما قلنا وصل السيل الزوبة كيف لا، ومن كنتبعوا ما يدور من نقاش في القنوات الجزائرية ليس الخاصة فقط بل القنوات الرسمية، كنتأكدوا تماما ويقينا ومؤكدا من كمية الحقد والكراهية والحقارة والكذب والافتراء والبهتان والتضليل والتخلف والجهل والإجرام أحيانا الذي يملكها هؤلاء الأغبياء. هناك هوك، الله يحفظ، يكون الشعب الجزائري كيثيق أبدا، لأن الشعب الجزائري لليقين تام بأنه بريء من كل خزعبلات ما يقدمه له الإعلام. خي محمد صور على أنه مؤخرا وكالة الأنباء الجزائرية في ظرف 18 ساعة أكثر من 32 قصاصة أنباء، أكثر من 32 خبر، صحيح، كل اتهام للمغرب، وكأن الشأن الشاغل لكل المسؤولين والعصابة اللي كاينة هناك في الجزائر هو المغرب، رغم أنهم يوقفوا على المشاكل اللي عندهم، الدول تتقدم وتتطور والخطابات تتبدل والمواقف تتبدل وبتغير العلاقات وبتغير كل الدول كتفتش على العلاقات الاستراتيجية ديالها، كتحاول تخلق التوازنات، كتقلب تحقق ما هو إنجازات على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. والجزائر للأسف بقيادة كبرانات للأسف فقدوا البوصلة
بوصلتهم الوحيدة أصبحت وفي اتجاه المغرب. أي حاجة، أي مشكل ممكن يوقع هذا يمكن خطاب أصبح يعرفه العادي والبادي، الأغبياء والأذكياء، المتتبعين والغير المتتبعين، الفاهمين والغير الفاهمين، العارفين والغير العارفين. يبدو أن الإعلام في الجزائر أصبح يمس الرموز ديالنا، يمس سنة الملك من خلال صور مفبركة تبث في وكالة أنباء رسمية اسمها وكالة الأنباء الجزائرية. هذا الشيء اللي شفناه يعني طبعا وتبارتاجه، ولكن الحمد لله يعني العالم عامة والمغاربة خاصة ما محتاجينش أنه طبعا يجاوبوا على الصور المفبركة اللي كتقيس المقدسات ديالنا طبعا على رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. فلا كان حديثنا الصباح رد على الكابرانات والعصابة ديال الإعلام الرسمي الجزائري، فحديثنا كله بعيد على الشعب الجزائري اللي كيف ما قلنا هو بريء من هاد العصابة هذه اللي كتسيروا. يبقى في كل حال أنه حشومة الشعب الجزائري يستحق الأفضل، حكم أنه شعب ذكي يستحق الأفضل، والرجال يعني كنشوفوا أنه الجزائر كانوا عندها رجالات ديال بصح أبناء السبعينيات والثمانينيات، رغم أنه كانوا خصوم ديالنا هذا الرجال أخي محمد، وكان اختلاف، ولكن كانوا كيعملوا السياسة. الله يرحم الوالدين، ما كيعملوش الدناءة، ما كيديروش الوصخ. السياسة صحيح، السياسة بروتوكول أخي محمد، ماشي ضروري يكون متفق معاه. شوف الرئيس الجزائري كيفاش كيهضر، كأنه جالس في راس شي درب كيهضر مع الدراري ديال الحومة. وانت كتهضر تجاه دولة عندها تاريخ 12 قرن أخي محمد، بلاد عندها قرون، ماشي عتجينا سي محمد. احنا الأدارسة، احنا المرابطين، احنا يا المارينيين، واحنا الموحدين، احنا الوطاسيين، واحنا السعديين، واحنا العلويين اخي محمد. هاد الشروط الجزائري المفضوح اللي كيعيشوه في وسائل الاعلام الرسميه ديالهم، وكذلك حتى في الصفحات الالكترونيه. كنتذكر مؤخرا انه حنا بلاد الحريه، بلد اللي كيعرف مع ومع ضد، لدرجه انه الذباب الالكتروني مؤخرا يعني استغل الخرجات السلمية اللي كيخرجوا بها المواطنين على قبل داكشي اللي كيهمهم، وآخرها فيما يتعلق بالجواز ديال التلقيح. فإذا به المعلقون وعلى حساب خبراء المعلوميات في بلادنا، أكثر من 30% من التعليقات من الذباب الإلكتروني الجزائري لا علاقة لها بجواز التلقيح، كيفرغوا السموم ديالهم إلكترونياً، كيفرغوا السموم ديالهم في وسائل إعلام التواصل الاجتماعي. الحمد لله المغاربة عايقين وفيقين وواعيين، لدرجة أنه المغاربة الحرار في هذه الصفحات ديال الذباب الإلكتروني اللي داخلين بأسماء مغربية يردون وكيجابوا على الذباب الإلكتروني، وكيجابوا على إعلام الكابرانات فيما يتعلق في أي حاجة كتمس الوطن ديالنا والمقدسات ديالنا، وآخرها فيما يتعلق طبعا بالصور المفبركة اللي اخذت صور ديال سيدنا وتبارتاجات. كان رد مغربي من طنجة للقويرة وكذلك خارج أرض الوطن على هذه الصور المفبركة اللي لا علاقة لها بأنها صورة حقيقية. وهذا كيبين أنه الحمد لله الشعب من وراء الوطن دياله، الشعب من وراء سيدنا في كل حاجة كتتعلق بالوطن، وإحنا دائما جنود مجندة ورصيدنا. سي محمد العطاري، جات العربي أن كل دولة عندها الرجالات ديالها، كل دولة عندها الجنرالات ديالها. باش تكون عندك جيش، عندك قوة عسكرية، عرفوا بالمفهوم الجنرال والجنرالات. إحنا عندنا جنرالات ديالنا أخي محمد، واش عمرك شفتي شي جنرال ديالنا كيجاوب على شي تافه؟ ما كتجاوبش، خدامين، خدامين. وكل دولة عندها الجنرال ديالها، إلا الجزائر الجنرالات عندهم الدولة ديالو. والشعب ما عارفش انايا في استضافه الاعلام الرسمي ولا الخاص في الجزائر كيصادفوا ما يعرفوا بالمحللين ديالهم والاقتصاديين ديالهم والسياسيين ديالهم، لا المكونين كيكونوهم، لا 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 علاقه لهم، كيقولوا شي كلام اخي محمد والله زعمك لا يدخلوا للعقل. صاحبي راه عندي ولد صغير صاحبي في عمره 10 سنين كيبقى يضحك على 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 رد
الفعل بعض المحللين اللي كيعرضوا عليهم في مجموعه من القنوات ديالهم. الهجوم صباح دابا من الاعلام الرسمي، احنا اعلام خاص اخي محمد، ولكن قضايا الوطن فوق كل اعتبار. وبالتالي احيانا كنقولوا في الحديث ديالنا مع مجموعه من الناس ما تنزلوش المستوى ديال هاد الناس. لا سيدي، بعض المرات كتكون مضطر على انني ننزل المستوى ديالك ونخليك وعاود نرجع المستوى ديالي. المستوى ديالنا لانه من المتابعه ديالنا مني كتلقى على انه الا لقيتي عندنا في البلاد اخي محمد، حنا المغرب اليوم هو كيتحرك كيشتغل اتجاه امريكا، اتجاه اسرائيل، اتجاه اي دوله اخرى، دائما بالمنطق الاستراتيجي ديالنا بالاساس، حميو المصالح السياسيه ديالنا والامنيه والاقتصاديه والعسكريه. هذه هي الدبلوماسيه المغربيه، كل منطلق التوازن المطلوب اللي خصو يكون في المنطقه. الجزائر ما قادراش توقف الصعود للمغرب، كتزرع له الفخاخ فاشله، صور مفبركه، اتهامات على عواهنها دون مبرر دون دليل، ما عندهم دليل حتى شي حاجه. دابا تقول واحد ملي كيتهمك اخي محمد كيعطيك الدليل. دابا انت تهمتينا بهذه، غير عطينا الدليل، غير قول لنا. احيانا في النقاش ديالي مع مجموعه من الاصدقاء جزائريين كنعرفوهم قبل ما يكون هذا المشكل اخي محمد، هذا في عمره 45 سنه، وليعرف الشعب الجزائري كم صرفت الجزائر من مليار، من ملياره، من مليار الشعب الجزائري في تسليح عصابة اسمها البوليزاريو تخوض الحرب بالوكالة عن الجزائر. وبالتالي ننقل ألف مرة، ولا عاش من يمس المغرب، ولا عاش من يمس ملك المغرب، ولا عاش من يمس شعب المغرب، ولا عاش من يسبب كل ضرر لمملكة عريقة من أقدم الممالك في التاريخ. 12 قرن أشريف، راه 12 قرن كنهضر، 12 قرن ماشي 62. اسمع محمد، غنكمل واحد الفكرة. التاريخ كيقولنا حنا كل المعارك اللي خاضها المغرب ربحها خي محمد. حنا ربحنا في واد المخازن، وربحنا في الزلاقة، وربحنا في العقاب، وربحنا في معركة الفخ. حنايا ربحنا معركة المسيرة الخضراء، حنايا ربحنا في حرب الرمال، حنايا ربحنا حتى في القضية اللي كانت كتهمهم هوك أخي محمد. الحديث يجرنا مرة أخرى نقول: ألا يوجد في الجزائر رجل بعقله؟ ألا يوجد في الجزائر رجل حكيم؟ هو اللي كيبان حكيم هو الشعب الجزائري. هو من البداية اللي بديناها بالاتهامات اللي كتوجهها العصابة ديال الكابرانات والجنرالات وكذلك الإعلام الجزائري، كانت مقصودة لدرجة أنه قاعد هاد الاتهامات اللي تقالت من بعد تنسات. ونورمال مولا كانش اتهام خاصك تبقى شاد فيه حتى تبان الحقيقه. ايش دليل اخي محمد؟ اكثر من 10 ديال الاتهامات بخطوط وبالبنط العريض، هاي ولات من الماضي من نهار بدايه غشت اللي داز. دابا على ما اظن 5 أشهر أو 6 أشهر، يلا دوي ولينا على الاتهامات اللي ذكرتو، شنو هو الدليل ديالها؟ المهم الملخص ديال هادشي كامل هو انه المغرب واحل للجزائر، المغرب واحل للجزائر، المغرب بالعقل ديالو بالدبلوماسيه ديالو اللي كيقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، غاديين حنا فيما يهم المغرب ووضع المغرب وإنجازات المغرب، وغاديين في داكشي اللي كيهمنا داخل وخارج أرض الوطن. كان الدبلوماسية ديالنا والعلاقات ديالنا اللي معانا مرحبا، ومغرب اليوم كيف ما تقال ماشي هو المغرب الأمس اللي معانا يجينا فاس يقول لنا رحنا معاكم باش نتعاملوا معاه، واللي ما معناش في الخطاب السلام عليكم. الله يخلف اللي كيهمنا بلادنا، حنا خدامين عليها الانجازات ديالها وما يهم الشعب. الدبلوماسية ديالنا غادة بعقلها، ما كتردش على هاد التفاهات وهاد الغباء وهاد الحقد وهاد الحسد اللي كيوجهوا. طبعا هنا ما كنتكلموش، نعاودوا نذكروا انه لا نتكلم عن الشعب الجزائري المغلوب في امره، وكنتمناو الخير للشعب الجزائري، والشعب الجزائري يستحق الافضل، اللي يقودوه يكونوا رجال ديال بصح ويكونوا بعقلهم.
ما يكونوش عصابة، عصابة مكونة عصابة الشيوخ. راه الأمور كتتطور وبزاف الأمور كتتطور. فشنو المطلوب دابا؟ المطلوب هو أنه الشعب الجزائري يعيق ويفيق، والمطلوب من أنه كذلك الشعب المغربي كلنا نكون مجندين وراء صاحب الجلالة وراء الوطن، يا بالبارطاج ديال المعلومات اللي كتهم بلادنا وبالإنجازات ديال بلادنا، هي بالرد على الدبان الإلكتروني وعلى الإعلام ديالهم الرسمي وعلى الصفحات ديالهم وعلى الإعلاميين ديالهم وعلى حتى المخللين الشياشيين اللي كيعتبروا راسهم أنهم مخللين. فاحنا هادشي ما غاديش يضرنا، العكس غيزيدنا عزيمة وغيزيدنا إرادة باش أنه نزيدوا القدام، وإحنا الحمد لله غاديين القدام. وهادشي ماشي غير بالصوت ديال المغاربة وبالصوت ديال الشعب المغربي، بالصوت ديال عقلائهم اللي وسطهم واللي خارج الوطن. كاين بعض العقلاء اللي خرجوا خارج اللي خارج الجزائر و كيتكلموا على انجازاتنا، كيتكلموا على الانجازات ديالنا. ففي اللحظه انت ملي كتجي كتهضر كتهم المغرب شعل لك العافيه، كنتي تحل مشكل البطاطا اللي عندك يا صاحبي. انت بيكاسوس ما بيكاسوس عطيتيني حتى شي دليل ديال بيكاسوس وكذا، وكنتي أجبر شي آليات نقل الى عندك شي حاجه اللي ما تعطيها لنا ذهبت لتحت الإفريقية ولا كذا. شوف كيفاش دعم ولاعبين بورق دول كلها كتقدم، كلها كتبحث على فرص اندماج الاقتصادي، كلها كتخلق العلاقات، كلها بشكل دبلوماسي، كل الحوار ديال وصاحبي الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي في واحد الوقت وصلوا للحرب البارده، فهمتي؟ وصلوا لواحد المستوى عدم التفاهم وعدم اتفاق مجموعه من القضايا، وكل واحد كيبعث، وابدا ولا شي واحد كيتهم اخر ولا هذا كيتهم هذا. فقدوا البوصله، ما بقاوش عارفين يسبقوا ما يوخروا. شيوخ عجز بين قوسين، ولا وجه شاب تلقاه متحمل مسؤوليه طرح خطاب جزائري واضح ممكن يراعي مصالح الشعب الجزائري، بقد ما الهم الوحيد كيبقى عندهم هو حسد المغرب على ما يحققه من إنجازات، ويشهد العالم على أنه المغرب البارح ماشي هو المغرب اليوم. بتنويع الشركاء الاقتصاديين ديالنا، بالرهان على مشاريع عملاقة، بالرهان على فرص الشغل ممكن خلقوها الشباب ديالنا. أي مكلة عندنا، أي حاجة عندنا، على أمل إن شاء الله تكون تمشي الامور كيف ما بغينا وحبينا، لا على مستوى الاسعار ولا على مستوى كذا وكذا وكذا. الا كاين شي مشاكل داخليه ديالنا هي ديالنا، ما عنده حتى شي واحد الغرض فيها وما عنده حتى شي واحد الدخل فيها. عمرنا ما تدخلنا ما يضر هناك في الجزائر. لماذا انتم دائما همكم الوحيد المشكل العويص، الحاجه اللي حصل لكم في القرجوطه هو المغرب؟ المغرب راه خدام، المغرب راه غادي، القافلة تمر، المغرب يمر، وكبرانات الجزائر تنبح. لماذا تنبح؟ لماذا تنبح؟ لعبة، أنا نجاوبك هشام، كينبحوا ولاعبين بورقة المغرب لإسكات الشعب الجزائري اللي مقهور في حقه، في الشغل، في الأسعار، في الصحة، وفي 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 وفي، لاعبين بورقة المغرب باش يخبيو ويتخباو ورا الهزائم ديالهم، ورا الخسائر ديالهم، ورا الفضائح ديالهم. فالمغرب غادي للأمام بقيادة صاحب الجلالة، وكذلك وراء الشعب المغربي داخل وخارج أرض الوطن. فاحنا هذه 6 أشهر وهم جاهلين، هذه 6 أشهر اتهام من بعد اتهام. المغرب بعقله بالدبلوماسية دياله، ولا شي نهار ولا شي نهار احنا اتهمنا الجزائر بأنها دارت شي حاجة في المغرب دارت شي حاجة في المغرب. وهذا الشيء ولا مضحك لدرجة أنه حتى وسائل الإعلام الدولية عاقت، ما بقاش كتطرق نورمالمون فاش كدولة اتهم دولة، العالم كله كتلقاه داوي عليها وفي وسائل الإعلام ديالهم عياو، حتى الإعلام عاق وقال واش غادي ندويو على على كاميو دايز واحد الطريق ما خصوش يدوز منها. ما غنقول لي دابا هادشي واش غندويو على أن المغرب
عينو في جمال جمال بالماضي. المغرب بغي يطيح المنتخب الجزائري غباء ما بحالو غباء. واعتقد انه انا اعتقد انه جهلو زعما الشعب الجزائري كوم يمكن يبقى بعقله. واش ملي كيشوف دابا مثلا رئيس دوله ديالو بين قوسين رئيس ما عنده حتى شي شرعيه في الاصل كيجي كيكون كيهضر معاه بداك الاسلوب ولا زعما كتشمل يقول لك كيخربق علينا هذا زعما كي هذيك الشريف شوف لنا البطاطا وتشوف لنا خزو وتشوف لنا فرص العمل وشوف لنا المهاجرين ديالنا يدخلوا يستثمروا هنايا ويدخلوا خلينا من المغرب ما تشوفنا منه غير الخير. وراه هذا هو الجواب وراه هذا الشيء اللي قلتيه هشام. راه قال لي واحد الصديق ديالي والله العظيم قال لي ما شفنا منكم غير الخير للاسف عندنا المشكل هنايا داخل واضحه الامور. وفنان جزائري بلا من على الاسم ديالو اخي محمد كيقول لي باين عصابه للاسف هي كتمتص دماء الشعب الجزائري كتصرف الملايين. واحد قال لي خويا هشام اعطيني 100 درهم ديالكم المغرب والله تنهبط تحت هذاك البوليزاري ولا ما عاد شنو غير بالضحك فهمتي شنو نقول لك. وبالتالي خصو يعرف عن لدينا اصدقاء هناك في الجزائر لدينا عائلات في الجزائر. هذا خطاب من 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 اعلاميين خوتكم يقول لكم على انه عوضكم الله حشومه هادشي اللي كيديروا الاعلام الجزائري عيب وعار عيقوا وفيقوا باللي باللي فلوسكم مراه كي تمول لتمول بها واحد العصابه مسميه عصابه البوليزاريو كتخوض حرب بالوكاله عليكم حرب فاشله. اما صعيب صعيب هادشي اللي تصرف هذه السنوات هشام كنت تصرف في البنيه التحتيه وتصرف على شبابهم كنتي غتشوف الجزائر جزائر اخرى جزائر اللي صراحه والله الا يستحق الافضل يستحق الافضل. الشعب حنا جيران وعار الجار على الجار ديالو وكيف ما كيقولوا اتقي الشر من احسنت اليه. المغرب اللي عطى دمه المغرب اللي عطى الروح ديالو المغرب اللي عطى الجسد ديالو المغرب اللي عطى فلوسه المغرب اللي عطى افكاره المغرب اللي عطى سلاحه طبعا الجار ديالو وهادو هادشي معترفين به الرجالات ديال بصح ديال الجزائر وخاصة كنتكلموا على الرجالات ديال السبعينيات والثمانينيات. أما دابا راه فاش كتلقى جملة مهمة واعرة ذكرتها هشام غاب الضحك وقلتيها فاش كتلقى أنه حاشا ولله أنه يكون رئيس دولة حيت رئيس دولة كيكون رزين وثقيل وعنده النظرة وخاتر فهمتي. فاش كتلقى رئيس ديال دولة كيتكلم هذه راه مردتني انا بزاف قلت صافي صافي هنا قلت غسلت يدي على تبون غسلت عليه صافي بمره. فاش كتلقى ان رئيس دوله كيتكلم على انه منتخب ديال الكره مستهدف من طرف دوله عريقه حضاضه غير محمد الحقاره صافي هنا حيت مشاو دواو على ما هو تجسس دواو على ما هو اقتلاء دواو على ما هو اقتصادي دواو على ما هو سياسي دواو دواو دواو. ولكن الحمد لله كنشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة المغرب على نعمة مليكنا محمد السادس على نعمة الدبلوماسية المغربية. نفتخر وهزين راسنا للعالم أنه عندنا الحمد لله دولة عريقة عندنا ملك كبير ملك اللي كيحبوه الجميع ملك اللي بالقيادة دياله الحمد لله البلاد هاي غادة للأمام طبعا وغاد تزيد للأمام إن شاء الله. فبلا مجال للمقارنة احنا غادي ندو مجال المقارنة إلا كانت عندنا شي رسالة لخوتنا في الجزائر أنا نهضروا على الأصدقاء ديالنا والشعب الجزائري. يا أخي محمد واش شفتي قطر فين واصلة ولا ما شفتيهاش؟ واش شفتي شفتي ذاك الحفل الافتتاح وذاك الملاعب اللي تبنات والبنية التحتية وفهمتي والأنفاق ناس خدامة فراسك بأنه الغاز اللي كاين في الجزائر أكثر مما هو اللي كاين في قطر؟ فين كيمشيو هاد وما يكونش ما عندكم الدلاح ما عندكم بنان ما عندكم بطاطا ما عندكم هذه ونفس ونفس الجغرافيه اللي عندنا راه الجغرافيه فهمتي الجغرافيه المغربيه هي الجغرافيه الجزائريه نفس الجغرافيه عند ما قادرين نتجو والو ما قادرين نعطي والو. وواحد من دابا مجموعه من العادات والتقاليد مشتركه وبزاف عواصم صاحبي ضد الدين وضد اللغه وضد التاريخ وضد النضال الاكل والشرب واللباس بزاف الامور ما قدرناش نتفاوضوا معها مع فرنسا
الا حتى نشوفوا المشكل ديال الجزائر صاحبي، سنوقفوا معكم حتى. واخي محمد انايا من طرائف ديال التاريخ وننستحضر. شفتي المغرب كان واحد الوقت اقوى دوله في العالم، عرفتي علاش اقوى دوله في العالم؟ لانه كان ربح واحد المعركه مسميه معركه واد المخازن، هذه بقياده احمد المنصور عبد الملك السعدي، عبد الملك السعدي. المغرب خاض هذه الحرب ضد قوتين عظمتين في ذاك الوقت، الا كان في واحد الحديث في واحد الوقت كنهضروا على الولايات المتحده الامريكيه ونهضروا على الاتحاد السوفيتي في واحد الوقت، راه في واحد الوقت كانت كتهضر شكون هما الدول القوه اللي في العالم اللي كانت، اللي هي اسبانيا والبرتغال، هي شبه الجزيره العربيه، شبه الجزيره الايبيريه، كتمنى الاستكشافات الجغرافيه الكبرى كامله كتخرج من هذه الجوج الدول. فاحنا دخلنا واحد المعركه مسميه معركه واد المخازن في عهد عبد الملك السعدي في 986 هجريه اعتقد، ربحنا هذه المعركه. من ربحنا هذه المعركه بقى العالم كامل كيحترم المغرب ولم تكن اطماع تجاه المغرب بتاتا، لانه المغرب كان سد على راسه. كنا كنصدروا السكر في ذاك الوقت، كنا حنا الدوله الاولى تصدر السكر، كنا كنصردوا الملاح ومجموعه من الامور، وبالتالي بقى واحد العالم كامل في ذاك الوقت هذا كيحترم المغرب. فوق فوقاش غادي نمشي لنا واحد شويه الهيبه اخي محمد، هي ملي كان ما بينا ما علينا وغيدخل الاستعمار الفرنسي للجزائر 1830، غياكلوا الشحط الجزائر. عندهم واحد السيد مسمي عبد القادر الجزائري، وهنا غادي يقول دخل على القصه يقول لك هي عندنا جيران، عندنا جيراننا، عندنا خوتنا، وهذيك غيجيو نستجدوا. دمنا كان عبد الرحمن بن هشام جاونا تما، فين او هشام بن عبد الرحمن، المهم جاو. منين جا الملك العلوي ديالنا قال هيا خوتنا الجزائريين في حاجه الى المساعده، مشينا اخي محمد ما كناش واجدين هذه الحرب. منين مشينا خسرنا في معركه اسلي في نص ساعه، كانوا دقدقونا على كنا هانين. فهمتي نقول لك اولا من 1833 حتى 1912 فكروا في الحمايه ودخلنا حنا، حتى ما دخلناش الاستعمار، دخلنا بالحمايه. كان صعب جدا ان يخترقونا بالاستعمار كما اخترقوا مجموعه من الدول. لا حنا دخلوا معنا مفهوم في الحمايه، معنا فرنسا غتحمينا من الاطماع الالمانيه، غتحمينا من الاطماع الانجليزيه، وغتحمينا من الاطماع، وكانت اعتبارات سياسيه واحده اخرى كتحكم عليها المرحله. ولكن كيبقى التاريخ، التاريخ عنده اصول وعنده جذور ديالو. التاريخ يكتب دائما بمداد من الفخر على انه المملكه المغربيه من اعرق واعتد الممالك في التاريخ. المملكه المغربيه خاضت معارك كبيره اخي محمد وربحناها، التاريخ يشهد. الا كانوا الادارسه اسسوا فجاءوا المرابطين وسعوا، وجاءوا المارينيين بناوا، وجاءوا الموحدين ونشروا العلم والفكر والثقافه، وجاءوا السعديين وعزوا ما هو عسكري المغرب، ما هو عسكري، وجاو الوطاسيين وبناه وحماه الثغور الاجنبيه من الاستعمار البرتغالي والعلويين، ها هما يكملون. نعم إيه خويا هشام، المغرب اول من اعترف بامريكا من الولايات المتحده الامريكيه. لا جا هو دابا الرئيس ديالهم، دابا للاسف ملي جا واحد الرئيس لا جا عندهم قال لهم لا، علاقات قديمه بين الجزائر والجزائر امريكا وامريكا، لانه شكون روزفلت ولا ابراهام لينكولن، ابراهام لينكولن اعطى شي مسدسات عطاهم من عبد الرحمن، كثرت لهم كتضحك. نعم مات زاد عبد القادر الجزائري حتى كان باش توفى تقريبا بواحد 90 سنه باش توفى ابراهام لينكولن. لا للاسف للاسف الله ما يهزنا شي حاجه بالله. كلمه اخرى نقول انا شي صحابي في الجزائر اخي محمد، اصدقائي كاين لهم كل احترام وتقديم من خلالهم رساله لكل الشعب الجزائري. صديقي الجزائري اخي الجزائري، يوقف اليوم في الصباح من يطفيق، وقف مع الذات ديالك وفكر في المغرب. ما تفكرش في الجزائر هذه المره، فكر في المغرب. غي بدا تقول شنو عندهم في المغرب وشنو عندكم انتوما، شنو عندنا حنا وشنو عندكم انتوما. غي يفتح غي يقول شنو كان في امكانه يكون عندكم وما عندكمش، لان عندكم الشفاره بزاف وعندكم الكبرانات كياخذوا وكيعزوا الارصده البنكيه ديالهم في البنوك الاخرى خارج الجزائر. وشوفوا شنو عندنا، ياك الا كان غير البوراق هو عندنا، إلا كان غير البنية التحتية وتروت هي عندنا، إلا كان على الصحراء والمعبر القرقارات هو ديالنا، حنا كندوزو فوقاش ما بغينا، إلا كان على الطاقة البديلة هي عندنا، إلا كان على سديتو علينا أنبوب الغاز وقلتو صافي مشينا، وبديتو كتقولوا في الإعلام ديالكم بأنه كاين الزحام على البوطات في المغرب والضوء بدا كيسدوه مع السد العشية
و و و نقول لكم احنا عملنا واحد اتفاقيه مع انجلترا عاود باش قدوني في سندراره ويمشي الامور كيف ما بغينا وكيف ما حبينا. ونقولوا عاوتاني انه الى ضربنا تسليح الجيش ديالنا حقنا نفتحوا لاي واحد باش نعزوا البنيه العسكريه ديالنا واللوجيستيك العسكري ديالنا ونحققوا هذا التوازن العسكري اللي كاين في المنطقه. انت تسلح وانا نسلح، انت جايبو من روسيا هاد الوطن هذا، تجيبو من روسيا باهت وانا نجيبو من اسرائيل ونجيبو من الولايات المتحده الامريكيه. واجد ناضي، فين عندي المشكله انايا الا كنت انا كنقلب على المصالح دبلادي؟ في كاين المشكل الا كنت كنقلب على المصالح دبلادي؟ ورغم هادشي كامل وهادشي كامل هما راهم كيقلبوا على الحرب، احنا ما كنقلبوش على الحرب، احنا دوله ديال السلم والسلام، دوله ديال السلم والسلام. ولكن الامور الا تعدات الحدود ديالها فللوطن ملك وشعب يحميه. حفظ الله ابن الحسن الملك محمد السادس وحفظ الله الوطن. هذا حديث مستمعينا الكرام، والله العظيم يعني الأغلبية ديالو نسبة كبيرة من القلب وإلى القلب. تحية للشعب الجزائري اللي كنتمنوا لهم الخير وكنتمنوا لهم التيسير وكنتمنوا لهم التقدم والازدهار. والحديث ديالنا المناسبة ديالو أنه من الوسائل الإعلام الجزائرية الخاصة إلى وسائل الدولة إلى الإعلام الرسمي اللي بدا كيخرج السموم ديالو كل ثانية. هشام بزاف صور مفبركة عباد الله في وكالة الأنباء الجزائرية، ما بقيناش نهضروا على دباب إلكتروني ولا صور مفبركة بارتاجة في وكالة الأنباء الجزائرية إعلام الرسمي الرسمي الجزائري. طبعا شفنا لا في وكالة الأنباء حنا يلا لا ماب ديالنا ولا في دوزيم ولا في ار تي ام ولا زعما ولا مسينا شي مرة الرئيس الجزائري بعدك في الإعلام الرسمي ديالنا. ولكن أحيانا كتقول بزاف وبزاف صور مفبركة مضللة تخلي الشعب الجزائري يدخل في واحد المتاهات التصديق، التصديق لأنه غيثيق في الإعلام الرسمي ديالو أخي محمد. ومني كتعطينا الصور مفبركة وتما فبركتوا الحرب عباد الله، جبتوا ليكيب ديالكم باش تفبركوا واحد الحرب بانه تضرب وماتوا فيها جنود مغاربه وتضرب ومن بعد الحدود المغربيه فيها اكسيون فيها ستوب وفيها فيها زعما وفيها مصور اللي صوروا انه كيصور اللقطه كيقول عاود اللقطه عاود 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 اللقطه عاود عاود اللقطه راك فهمتي لا شعل عاودوا اللقطه. والله العظيم اخوتي في الجزائر وقسما بالله الا كيضحكوا عليكم واحد زعما الضحك على عواهنه، والله العظيم الا يستغبوناكم بواحد الطريقه عجيبه وغريبه عجيبه وغريبه. ومزيان فاش جبتي القضيه ديال الصوره هشام، من حقك تكون كتدافع على بلادك ومن حقك تكون انت كجزائري كتدافع على مصالح بلادك، ولكن مني تشوف بانه داك الشيء مضلل وباين مضلل باين كاذب باين فيه واحد النوع من الفبركه زعمك باين. اخر صوره هشام اخر صوره الناس باش نوضحوها بحكم انه الا تبارطاجات نعاودوا نوضحوها. الامر كيتعلق بانه الصور ديال انه ديال واحد الاحتجاجات نورمالمون حنا فاش كيكون شي احتجاج في اي مدينه راه كيكون وسائل الاعلام العامه والخاصه وكتبارطاجاو لدرجه انه كنديروا اللايف العالم كله كيشوف انه الاحتجاجات راه كاينه في هذه المدينه هذه، سواء على الاحتجاجات الاخيره اللي كتتعلق بالتعليم او اللي كتتعلق بجواز التلقيح، كل شيء واضح وبين اللايف. هو ها رجال ونساء الامن الوطني واقفين، طبعا كيكونوا مشادات كيكون الدافع العالم كله كيتفرج، ولكن باش تشد وصورة طبعا وتقول انه صورة الواحد من الارهابيين اللي تشدوا في بلادنا وتحطه وتقول هذه عندها علاقات بالاحتجاجات الأخيرة، فين وصلتوا؟ اش هاد الهبال؟ واش هاد التسطيع؟ بركة من الفبركة. ولكن الحمد لله والشكر لله انه الشعب المغربي شعب واعي كيشبع ضحك. انا عجبوني المغاربة هادشي كامل كيشبعوا ضحك، ونتمنى حيت ما عرفتش انا كيفاش ما كرهتش ان يكون شي تواصل مع شي واحد منهم غيشرح ليا هذا الشيء اللي كيتبارطاج عندهم رسميا كيفاش كيشوفوه، كيفاش كيشوفوه هذا الضلال، هذا الضلال المبين. عندهم واحد الدباب ديالو مع ود ماضي اخي محمد هاجم واحد الهجوم هذا هاجم كيعجبني غير ملي كيجي ملي كيخرج شي مصري كيدافع علينا، كيخرج شي تونسي كيدافع علينا، ماشي كيضحك على داك الشيء اللي داير. كيخرج واحد المره واحد اليماني يخرج كيضحك على داك الشيء اللي كيعملوا وكيدافعوا على المغرب وكيهضروا على قيمه المغرب. هذوما ناس ما كنعرفوهم، شي ناس في البلدان ديالهم في كيهضروا، ولا جبر شي واحد مثلا كيخرج على كيدافع على الجزائر فهادشي اللي كتعمل له. ولا هنا كتبان بانه فشل وانهيار
حكم الجنرالات والكبرانات والعسكر هناك في الجزائر. الشعب الجزائري يستحق أكثر مما هو فيه، رزقه كامل كيضيع مصروف على واحد العصابة مسمية البوليزاريو. مرة أخرى نؤكد المثل العربي يقول القافلة تمر والكلاب تنبح، ونحن نقول قافلة ازدهار وتطور المغرب تشتغل وتتقدم وتمر، والضحك والكذب والبهتان والانهيار والنباح ونباح كبرانات الجزائر. نحن هنا نشتغل ونمر في قافلة التقدم والتطور، وهناك الكلاب تنبح. الله، الوطن، الملك.